المرشح باتريك رزق الله، ما لح اسالك شو مشروعك، بس بدي اسالك هل عم بتحاول انه عبر هذا الترشيح تقول له لتيار الوطن الحر انا موجود، ردني الى صفوفك، عم بتحاول ترجع، عم تعمل حركه تصحيحيه، بدي اعرف شو هدفك؟ حركه تصحيحيه اكيد لا، عم نقول للتيار الوطني الحر عليك ان تعيد تقويم مسارك السياسي على عده اصعده، ان كان بالداخل الحزبي وان كان برات الحزب. ليه اللي عم بيربح بيعيد هيدا تقويمه او بكفي بيستمر بسياسته؟ بدي خبرك خبريه، اليوم وين عم نربح؟ بالبلديات في ربح اليوم لتيار الوطن. لائحة البيارتي يعني ما بعرف، بنكون ضد التيار المستقبل ومتهم سعد الحريري بالابراء، رئيس سعد الحريري بالابراء المستحيل وون واي تيكت ونرجع نفوت معه لائحة البيارتي. وبننجح بصير عندنا عضوين بمجلس بلدية بيروت. المهم تنجحي ولا المهم كيف تنجحي؟ يا اما ما في ابراء مستحيل يا اما ما في لائحه بيارتي، ما في هيدا تناقض، هيدا انفصام بالسياسه. يعني ما قلنا لك بال 2005 كنا ضد السلاح الشرعي، عملنا ورقه تفاهم، صرنا مع حزب الله وصار كل شيء عظيم بحزب الله وصار المصير الاول. هلا فقت؟ ليه هلا فقت؟ رح اقول لك ليش هلا فقت. اول شيء اليوم برجع بعد لك حديثي، انا اليوم مع سلاح حزب الله بالجنوب الى حين ايجاد استراتيجيه دفاعيه، الى حين تقويه الجيش اللبناني، ما عندنا بديل عن حزب الله. شو مشكلتك مع التيار الوطني الحر؟ مش عم بسالك عن هالموضوع. مشكلتي مع التيار الوطني الحر هيدا المسار السياسي الانحدار اللي عم يتبعه التيار الوطني الحر من 9 اشهر 10 اشهر لليوم. لما نحن بنجي بننادي بالديمقراطيه بنعين رئيس حزب. لا تم الانتخاب. لا ما تم الانتخاب، الانتخاب بده يكون في مرشحين، لما يكون في مرشح واحد بيكون في تعيين. لما تيجي بتحكي عن انه القبول مميت وبتطلبي منا انه نقبل بكل القرارات اللي عم تتاخذ بلا ما يتم استشارتنا، لما بتيجي بتتفقي انت والقوات اللبنانيه بزحله وبتختلفي بجوني، لما المصيبه بتجمعك انت والقوات اللبنانيه بلا ما يكون في برنامج عمل مشترك، على الاقل مع حزب الله كان في ورقه نوايا. ورقه النوايا مع القوات اللبنانيه شو بين منها؟ شو عملنا منها؟ شو نفذنا منها؟ خي هونيك منيح حزب الله اخذنا على انه نعترف بسلاحه، مع القوات اللبنانيه شو عملنا؟ غير انه نتفق ببضعة بلديات ونختلف ببلديات اخرى، غير انه يدعمونا لرئاسة ما بقى في 8 و14 اذار، بدهم يحكونا ب 8 و14 اذار، حدا يقول لي منن 8 اذار اليوم؟ منن 14 اذار اليوم؟ شو مفهوم 8 اذار وشو مفهوم 14 اذار؟ ما بتعترف انه ائتلاف السلطة عم بحس احيانا انه مصالحه مهددة؟ هي المشكلة التنازل من اجل السلطة عم ايه عم بيتكتلوا فلنقل 100% مش يعني ما نقتنع نحن انه عندنا احزاب، نحن ما عندنا احزاب، عندنا قطاعيات عائلية ميليشياوية مالية وكل يعني فاميلي بزنس، كل واحد بسمي حاله حزب، واحد بسمي حاله تيار، واحد بسمي حاله حركة، كله فاميلي بزنس. إذا ما زال في من أمل أنا برأيي بأنه يكون في تجربة حزبية ناجحة هي التيار الوطني الحر لسبب بسيط، كل بقية الأحزاب دجنت جمهورها، نحن ما قدروا يدجنوا. لا التجربة كانت سيئة خلال 10 سنين، كثير سيئة وحصادها سيء، يعني ما في شفت ورقة البنود مع حزب الله. بس على الأقل عملنا أوتوكريتيك دكتور. طول بالك، ورقة البنود مع حزب الله 10 بنود ما تنفذ منهم ولا بند إلا الاعتراف بسلاح حزب الله وإلى الأبد. سلاح حزب الله مش ما عم تقول أنت إنه وقت الدولة لا إلى الأبد. انا هم بقول لك معك حق، اكيد معك حق. اضافي تطلع منيح بتجربه، يعني دائما ميشيل عون بيعتبر حاله انه اهم اكبر كتله برلمانيه مسيحيه. طب هالاكبر كتله هاي خلال 11 سنه من حضورها بالمجلس ما عملت شيء، يعني ولا مشروع ولا قانون ولا فكره. بس بيقولوا انهم يقاتلون من الداخل، شو يقاتلون بشو؟ قوى محاسبه، قوى مراقبه. اهم شيء لاقول لك بولا، اهم نقطه بعمل النائب والبرلمان، اخترعوا البرلمان لجو ليعملوا موازنه، لما اخترعوا العالم البرلمانات كان الملك يصرف على ذا، واجى البرلمان يقول له لا في موازنه بدك تصرف. تيار يطالب بهذه الموازنه. تيار مش بس ما طالب بالموازنه، 10 سنين مغطى مين ما بده موازنه، حزب الله وبري معروف. رئيس لجنه المال ابراهيم كان عن كل مره عمل معارك وحملات من اجل موازنه. ابراهيم كنعان، ابراهيم كنعان بموضوع لجنه المال والموازنه يعمل مناقشات بدون ما تنتهي حتى ما تتحول الموازنه على الهيئه العامه، كان دوره بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب انه عمل لجنه المال والموازنه يكون تسويف ومماطله حتى ما توصل الموازنه على الهيئه العامه يتسلط عليها. وما في وزير من الوزراء يعني بتمنى شي مره تستضيفي الوزيره ريا الحسن لتخبرك تجربتها مع لجنه المال والموازنه ابراهيم كنعان وقديش حجم البروباغندا اللي كانت تنعمل، كانت موازنة فيها إصلاحات مهمة وضلوا ماطلوا فيها 46 جلسة حتى ما وصلوا على الهيئة العامة، ضلت الموازنة بالجروح. والبعض البلد المستمر من دون موازنة ما حدا بجيب هالسيرة لو ما حكيت. والمجلس اللي ما بيقر موازنة لازم يحل نفسه،
ميشيل عون مشي مسيرة لحزب الله، مشي ضد الدستور 11 سنين، ما بدي اقول 11 هلا ال 11، 10 سنين ضد الدستور، وبقول لك انا مرشح رئيس جمهوريه. اخي انا كيف بقتمنك على رئيس الجمهوريه وانت عم تخرق الدستور كل يوم؟ انت اجيت نائب لتعمل موازنات، 10 موازنات ما عملتهم، كيف يعني دكتور بتحمل مسؤوليه لحاله في هذه لا لا بالتكيف بس ليه بري وحزب الله اليوم وزاره المال كانت لفتره طويله مع تيار المستقبل فلنقول كمان هنالك مسؤوليه لانه وزراء المستقبل وزراء المستقبل كلهم قدموا موازنات بس بري ما يحيل الموازنه على ليش السبب؟ لماذا السبب انا بالنسبه لي السبب الاساسي اللي بلشت فيه القصه بشغلتين، الشغله الاولى هو تمويل المحكمه الدوليه كل وزراء المستقبل ما بيقدروا يحيلوا موازنه ما فيها تمويل المحكمه الدوليه، فيحيلوا الموازنه فيها تمويل المحكمه الدوليه بري ما بيسترجي قرها لانه بخاف من حزب الله، معروف القصه. الشغله الثانيه لقوا عذر ثاني ليغطوا على العذر الاول، انه لما انظهروا الوزراء الشيعه من الحكومه صارت الحكومه مش مقبول شو ما بعتت موازنه، وضلوا مكفيين على هالموضوع. السبب الجوهري كان هو موضوع المحكمه تمويل المحكمه الدوليه مع للاسف يعني للبحث صله ما في شك في هذا الموضوع، بس خليني ارجع الى بدي ارجع الى هذه الانتخابات كمان معك. يعني اليوم تريد العوده الى صوت التيار ام انت خلص تمردت خرجت ومعك حدا باتريك؟ يعني شفنا بعض الاشخاص بالانتخابات شفنا زياد عبس مظبوط ما بين الاولى ايه بس نبي نقولها منه لم يتم توجيه اي كلمه ما بيقدروا يفصلون ليه ما بيقدروا يفصلون في العالم اللي عندها حيثيات وليه انت قدروا يفصلوك؟ لانه انا بكل بساطه من هالطبقه المتوسطه وانا اعتبر بالصف الثالث والرابع، يعني انا لقب الوحيد بالتيار الوطني الحر مناضل، وجربوا فيي شافوا رده الشارع وقفوا. يعني انت فصلك ادى الى فصلي ادى الى حمايه الباقين. يعني لم يفصل غيرك فلا نقول من بعدي لم يفصل، من بعدي صار في استقالات ومن بعد لن يفصل لانه هذه القياده الحاليه بالتيار لا تستطيع ان تفصل. في حدا بيقدر يوقف امام هذه القياده الحاليه بالتيار ام هي اقوى من انه شخص فرد يعني يعمل حاله؟ المؤمنين بميثاق 2005 بعد في حدا مؤمن بشيء بهالبلد؟ اكيد بعد كل اللي وصلنا له أكيد. ما في حاله احباط كامله لدى الشباب؟ ابدا ما في حاله احباط كامله، بيروت مدينتي بتقول لك انه ما في حاله احباط. مرشحي مواطنون ومواطنات بيقول لك انه ما في حاله احباط، كل هالعالم عم تترشح مواطنون برج المحل مواطنات ما عم بيجيبوا ارقام خلينا نقول ما عم بيجيبوا بينة او معتبر شرف المحاوله بيروت مدينتي ما في شك انه كان في بس ارقام شرف المحاوله بولا على الاقل بخليك تثبتي اقدامك مطرح ما انت للي وراك يتقدم، على الاقل العالم عم بتشوف انه في ناس عندها الجرأه توقف بوجه هذه المحاذي الحزبيه وتقول لها روقوا يا جماعه في خط ثالث اليوم بالدوله، للاسف الاعلام يتحمل مسؤوليه بمكان ما بتعتقد اليوم الانتخابات البلديه هي بجزء معنا منها معركه للقول انا الاقوى، معركه احجام، معركه ايضا انا لازم اكون رئيس جمهوريه لانه حجمي هو التالي في هذا الاستفتاء، اخذينا استفتاء ام اخذينا معركه انماء؟ المشكله انه اخذوها استفتاء بدل ما تكون معركه انماء، البلديات يجب ان تكون انمائيه اولا واخيرا، نحن حولناها سياسيه. نحن حولناها سياسيه، نحن عم ندمر النخب اللي ممكن تحكم هذا الوطن بالمستقبل. امر البلديه كمان محسوم مثل امر استاذ امل ابو زيد برايك بجزين؟ مفترض الا اذا بينت يعني ما في تململ من البلديه ما فيها صوت شيعي. بدي يعني بالنسبه للانتخابات النيابيه يعني حزب الله عم بيجير 4000 5000 صوت بس بداخل جزين صار ما في صوت شيعي، صارت لعبه مدينه جزين وعائلاتها. مش بس هيك استاذ خليل حرفوش اليوم على الاقل بمدينه جزين انجز بالقضاء على رئيس اتحاد بلديات انجز، فبعتقد اليوم الشارع الجزيني منه متململ منه على الصعيد البلدي. في كمان وجهه نظر ثانيه بتقول لا الانجاز منه بمستوى الطموحات او بقد الوعود. خلينا بس استاذي بولا بدنا نحكي اللي قلنا واللي علينا اليوم، عم تحكي بلديه مكسوره 600 700 مليون بوصلك فيها بثلاث سنين ما تقعد مكسوره. اهم شيء الانجاز اللي بيعمله رئيس البلديه انه اليوم بيوقف بيقول انا بهالست سنوات صرفت هالقد على هالمشاريع التاليه، يعلن الارقام ولا رئيس بلديه بيعلن موازنه خلينا نقول مره جديده ولا مره بيعلن ارقام يقول ما المشكلة كل العالم عم يعرفوا انه مصريات البلديات عم تنصرف على المحسوبيات مش عم تنصرف على مصلحة بس دكتور لما القانون البلديات يعني انا عم بحكي عن غالبا الانطباع بجنوب بالبقاع انه اللي عم يستفيدوا من اموال البلديات هن ضمن في معارك اليوم بالجنوب على الصعيد البلدي ام لا؟
لا ما في معارك حقيقية. معارك بالمعنى انه شيء مثل ما صار ببيروت، لا. سبب انه بيروت اهينت واذلت وفي حركه اعتراضيه كبيره واذلت بكل معنى الكلمه، يعني مش بس من الزباله، من مشيات كمان. بيروت منهانه وجريحه، وصادف انه ظروف سعد الحريري السياسيه والماليه خلته 5 سنوات غايب عنها، يعني صار في فشه خلق كبيره، مش انه فشه خلق كبيره. بفتكر هو قال له انا فهمتكم وانتم بتشبهونا ونحن، يعني هلا في حوار بينه وبينهم عم بيصير. وفي ناس قالت له كمان هذه الازمه الماليه لا تؤثر، نحن معك بغض النظر اذا في صرف وخدمات او ما في. صحيح. هلا كمان يعني في مناطق شريحه مثل مناطق البقاع، جراحه كثير حزب الله، عشان هيك شفتي ببعلبك وبالهرمل في نوع من انتفاضه ضد حزب الله، لانه مدينه بعلبك مدفعيه فيها ليل نهار، حي شراوني ضد حي ما بعرف مين، وفي كل يوم بينزل قتيل ما حدا بيعرف ليش نزل قتيل، يعني في حاله فوضى نشرها حزب الله، مثل الفوضى اللي ضربت بطرابلس خلال 4-5 سنوات. في هون اعتراض، بس ما في بلوره لتيار سياسي جديد، لانه مثل ما قلت لك ما في سياده دوله. لما بيطلع تيار سياسي بده حضانه، مش من جهه اقليميه، بده حضانه من سياده الدوله، يعني من مؤسسات الدوله. هذا مش موجود مع الاسف. يعني بعلبك مدينتي، خلينا نقول اللي بلشت وما بينت كما يجب بال 2010، بال 2016 ما كان عندها اي تغطيه اعلاميه، ما كان عندها اي دعم من اي ولا حتى قدرات ماليه. شفنا انه 46% من بعلبك صوتوا لها. ليه بتعتقد بمحل معين هنالك اذا بدك انفتاح اعلامي كبير على مجتمع مدني مناهض للسلطة السياسية، بمطارح أخرى ما منلاقيها بهذا الحجم؟ المدن متحررة، يعني بعطيك بيروت مدينتي بعلبك مدينتي، اثنيناتهم فينا نعتبرهم مدينة نوعا. دائما المدن متحررة، لأنه بالمدن بينشأ الهوية تبعيته بتكون يعني هوية مواطن أكثر ما هي هوية مذهب وطائفة، ومنه مكموش مقيد بالعلاقات العائلية والقرابات والولاءات الموجودة. المدن دائما فيها نفس تحرري، لذلك شفنا نحن معارك المهمة كانت ببعلبك وبالهرمل وببعض البلدات الكبيرة شوي، مثل يعني صار معارك ببريتان، معركة مهمة صارت رغم أنه ربحها حزب الله، بس كانت معركة مهمة. صح. ربحها. شفنا بدنايل شيء جديد، يعني لائحتين تنافس بمناخ، واللي احتم فيهم من الطرفين، يعني مش فمحل ما في تحرر من العلاقات التقليديه، ومحل ما في تحرر، لانه الضيعة صغيره مكموشه بارودي بتكمشي على الضيعة، محل ما في تحرر من السلاح ومن العلاقات التقليديه بصير معارك. هلا بجنوب في يعني في معارك مسموح فيها اذا بدك، مش انه تحت السيطره. تحت السيطره، لانه مثل ما عم نحكي عن الحزب الشيوعي، يعني الحزب الشيوعي بيعمل بيانات مؤيده لحزب الله، ويعني بتركوه بتحرك بالبزورية بانتجباب بهالمحلات. بالمدن بالنبطية وسور في حراك، بس مش قادر يترجم حاله لأنه في خوف من الضغوطات اللي عم تصير. يعني خلينا نتوقف مع فاصل أخير في هذه الحلقة، مش أخير لا عفوا، ونعود مشاهدينا.